عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير. نتمنى انكم تكونوا ان شاء الله في صحه جيده. نتمنى انه الايام اللي دازت ديال رمضان تكون دازت بخير وعلى خير عليكم. هذا النهار هذا فيديو جديد وفلوق جديد ويوم مختلف على الايامات الاخرى. هذا النهار هذا هو النهار ديال نكسيو راسنا ديال العيد الفطر. باغي نمشي نشري ان شاء الله الحويجات، ويلا معنا باش تشوفوا الاجواء ديال الاسواق ديال الملابس كيفاش دايرين، والحوايج ديال الماليزيين كيفاش دايرين، يعني هو هاد السطيلات اللي تيلبسوا داكشي، يعني اللبس ديالهم كيفاش داير. يلا باش تكتشفوا معنا الملابس ديالهم ونشوفوا هاد النهار هذا كيفاش غادي ندوزوا على برا. وما عرفناش حتى فين غادي نفطروا انا ورزان وروز، حيت غير انا ورزان ورز اللي خارجين. الاجواء شتو كي دايرين على برا؟ ما شاء الله الجو زوين اليوم، بان لي مبرد. تعقلوا فين كنت ساكنه شحال هادي؟ الامارات اللي كنت ساكنه فيهم بديت معكم فيهم القناه، راه هما اي سي تي. توحشت داك السكن بزاف، وتوحشت المول اللي كان انفاس مع السكن، مشترك مع السكن نيت، كنت غير كندور ونمشي للمول نيشان. والله الا توحشت، عرفت توحشت بزاف وحق الله. يا اختي اختي شتهم دابا؟ دابا كون رزان تفيق. عرفتي كان سكن هائل رائع جدا، والله ما سخيتش به، ولكن تحتم علينا نرحلوا لحقاش الخدمه ديال رزالي. ما نقدرش نهضر لان كاين صداع، بغيت نقول لكم راني وصلت. ها سنقلب على شي بلاصه ما فيهاش صداع ونمشي نصور لكم، ونتسارى ونتقدى داكشي اللي غنتقداو. يلا معنا ومرحبا بكم. تبارك الله الاجواء زوينه وناس بزاف. بالنسبه من التقاليد الماليزية هو هذا الطربوش هذا، وديك النجمه، هذيك النجمه راه غتردوا البال انها كتكون حتى في الرايه ديال ماليزيا، كيلبسوها بزاف في المناسبات ديالهم الدينيه وحتى الاعراس ديالهم. هادو هما اللباس ديالهم الناس بزاف ما شاء الله. هذا النهار تبارك الله شحال ديال الناس من تبارك الله شحال ديال الناس، ما نعاودش لكم ما شاء الله. وحيتاش القعيد قرب، اللي فصل فصل، واللي مازال ما شراش راه كيشري عندنا حتى حنايا. وماليزيين ما تيشروش غير بزاف وحده، تبارك الله تيشريو بزاف بزاف. ما نعاودش لكم شحال كيلبسوا ديال شحال ديال الباسي تيشريو نهار العيد. ايوا كيلبسوا كل نهار كيلبسوا لبسه، راكم عارفين تيحتفلوا ب 30 يوم ديال الاعياد. ويلا هو دابا نمشيو. شوفوا هاد اللبسه دايرين ليها بحال الشكل ديال الزليج، ولا قولي نيت الزليج. هانتوما خرجين الزليج دايرينو. عرفتو تبارك الله عامره الدنيا، عامره 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 تبارك الله الدنيا عامره. عرفتو عامره بزاف، اش غتاخدي؟ شنو غتشري؟ شنو تقداي؟ والله ما عرفت. ملي جيت ما كنتش كنظن انا ويكون هذا الشيء ديال الناس بزاف، ضغط بزاف والله الا ضغط. واو عرفتوا ما خرجت من هنايا هاد اللور اللي هاد البلاصه اللي كاينه اللور، حتى صافي تخنقت وعرفتوا شحال ديال الناس. وتبارك الله انا ما شريت والو باقي، بلاصه باقي كنتسارى وحق الله. هنا كاينين بلاصه ديال التواب، ها هما شفتوا هنا كيف كيتباعوا التوابات، كم بالزربه التوابات اللي كاينين هنا، داكشي ديال الصاري وهذا، وهادو دوك الصايات ديال الماليزيين شفتهم ضروري كيلبسوهم نهار العيد. هنا تيصابوا الفساتين، داكشي علاش عندهم هادو، عندهم هاد الاتواب هادو بزاف كيستعملوهم، حيت كيديروا الفساتين العقيق التواب بحال هكذايا. انا نوريكم شفتوا التواب هادو اللي دايرين هكايا، بحال التواب هادو كنستعملوهم حنا في التكاشط عرفتو، هما تيستعملوهم في الفساتين. عندهم هاد الشيء منبت بزاف، ولكن راه عرفتو شحال داير التوب. شوفو راه واقيلا كنهضر على ما عرفتش واش الكامل ولا الميتر، والله ما عرفت. شوفوني انا مازال ما شفتونيش. هانتوما
عرفتي عندهم انواع ديال التواب ديال الصاري. المهم حنا خارجين دابا تقدينا شي شويه بادي ورايا وانتو لاكي وليدا كانا بولادير ها عندي كيتو. المهم انا شديت شيفور واحد اخر غادي نمشي نقلبوا فين الفطور هو الاول. نحيدوا علينا الفطور حيت دابا شي 6 ونص واخا باقا ساعه ديال الفطور، ولكن خاصنا ضروري نقلبوا باش ناكلوا ونشوفوا فين غناكلوا. غير هنا نيت فهاد البلاصه هذه ما بعيدش عليها واحد كيلومتر صافي. حنا دابا جينا وصلنا هنا فين حطيت المسائل ديالي انا الزوم. ايوا صافي ودابا حنا غادي نمشيو ان شاء الله لهذا هاد الفاميلي مارت، غنجلسوا فيها نفطروا فيها حيت هي فيها الكليما وداكشي. غنشوفوا راه فيها شحال فيها ما يتكال حتى هيايا، وغنمشي نشوف على برا اللي هي نشوف واش كاينه شي حاجه حتى هي ناخذها نتقداها الفطور ديالنا. يس نودلني توم يام. يس فيش كيك او سامثينغ بس ناني هذا فيش كيك ني ني يلا كولي بنت زوينه. يلا سيري قصي تما حتى يقولوا لك تيقولوا لك جدي. يلا سيري نو نو سيتر اكسكيوز مي ديس ما الاجواء هنايا كيبيعوا المشروبات المقليات كلشي كاين داكشي اللي كيقليوها. اش كيقليو هادي بطاطا ولا شادشي؟ كاين هنايا ها داك اللي كيعجب رازان كاين هنا ها هو. جيت نصور لكم الفطور لقيت تليفون ديشارجا ليا صافي ما بقيت صورت لا فطور لا حتى شي حاجه. فطرنا بداك الوافل اللي شفتوني خديت داك انا خديت بالبيسكوف ورازان خديت ليها بالكاوكاو والشوكولاته نيوتيلا وصافي. وهذا خدينا هذا العصير زوين ديال اتاي بالفريز، رازان خدات بالاتاي بالحامض ما عجبهاش ندمت عليه. هذه ثاني قرعه ديال الاتاي بالفريز كنشربوه عجبها قالت لك والو بغيت عاوتاني ناخذو ثاني بحالو. قلت لها خودي صافي. خدينا قرعه ديال الماء وهي كلات ديك النودل اللي شفتو قبيله. شربت بزاف ديال العواصر والماء وداكشي تقول لك حس براسي غنتقيه دون فومي. وانا كليت داك الروز اللي شفتو معايا كيتو مازال جبتو معايا هنا صافي. فطرت بالوافل والروز وهاد اتاي الله يجعل شي بركه. الناس هنايا كل واحد جايب معاه الروز ديالو ولا هاد البنات اللي خدامين هنا لقيتهم تياكلو الراس ديالهم جايبين معاهم من الدار وصافي. والناس كيتقداو غير هكا شي حاجه خفيفه. ومطعم شفتو وريتو قولي لكم قبيله راه كياكلو الروز ماليزيني. الا ماكلاوش الروز صدقوني راه غيسخفوا لكم غيطيحوا لكم بحالنا حنا الا ما كليناش الخبز. شتي هما داكشي ديال المقليات وداكشي ماشي ضروري غير كيخبغيو ويشوفوا زعما عند حداهم. اما الاكله الاساسيه خاصهم ياكلوا الروز مع الدجاج مع اللحم مع شي حاجه. حتى ما تيكونوش الالوان. شوف دابا هذا اللون هذا مختلف على هذا تيقولوا لي كلابو هنايا واحد اللوين اللي دايره انا في الفلار ديالي كيشبهش نهائيا اللي شريت لتحت، ولكن تيشبه لهاد الزواقه اللي عندي هنايا في الفلار. شي مشكل غير ناخذو صافي. ولينا انا ورزان بحال الجرتيلات ناري وما شرينا والو واخا ماما حتى
مثال مره اخرى وغنمشي لكيالي ان شاء الله ونشوف لهم شي حاجه. صراحه الحوايج ما عاودتش ليكم، ما عجبني والو من غير داكشي اللي شريت انا، اقسم بالله ما عجبتني شي حاجه. واخا ماما هاتوا الحوايج التواب كي دايرين في الصاله. شنو نقول لكم، كون ماشي هذوك البنات اللي خديت عصريين شي شويه، داك القهيوي وداك الغوز وداك الشيء زوينين صراحه، حتى حاجه من داك الشيء الاخر ما زوين والله العظيم. السوشي ديال فاميلي مارس قالت لي خدي، ولكن انا زين راه فيه غير الكرومبر. شنو هذاك سالمون؟ فيه سالمون، فيه سالمون، فيه سالمون والخيار. المهم هادو كيعجبوني صراحه، كيكونوا زوينين، كيكونوا بحال ساندويتش ديال الرز. Okay. اجي رزان هنا اجي. give me all broke. تعرفيش اختي تتحلي شي حاجه وسختيها كامله. بسم الله. يلا حليها، يلا اوبن. ولا بلاتي 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 نخلص، بلاتي نخلص غير نخلصها. بيبي يا 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 الروز، هيا ديال الروز، هيا صافي صافي. سيوي برافو، هانكري روز، هانكري فيها الجوع، تقنبيل على برا داك الالعاب الناريه ديما قبل العيد. اما ديس ديس قبل العيد وفي العيد تقربين تقربين. فيش فيش عزيز عليك انتي الحوت. يلا كل فيش البصلة بيك ماك. يلا بايت. نو نو دو لايك ديس. شوفي ام اب بايت. تي برافو روزا. السلام عليكم مرة أخرى. هاد النهار هذا عاوتاني خرجنا، غنبقى نقول لكم السلام عليكم كل نهار بلبسة. إوا خرجنا عاوتاني هاد النهار هذا نتقداو عاوتاني الحويجات. راسن أم طوكين نتقداو عاوتاني الحويجات، نكملو داكشي اللي ما كملناهش البارح. لأنه البارح ما عجبني حتى شي حاجة في ديك البلاصة، قلت عاوتاني اليوم غادي نمشي نتقدا تاني في بلاصة وحدة أخرى، الله وعسى نلقى داكشي شي حاجة زوينة لبناتي. أنا وصلت لكوالالمبور، وصلنا كيال، انا ندور لكم تشوفوا. وصلنا كوالالمبور العاصمه، ايوا الله وعسى جينا حتى العاصمه. يلا واو شوفوا هنايا العواصر والثلج. Thank you.
جينا دابا نفطرو، دابا خاصة وصل وقت الفطور. جينا لواحد فود كورت فواحد المول. هايا ناخدو هادو دايرين ديكوراسيون غير بداك الما عند البلاستيك ديال الميكا. والله إلا جا زويون السلالي والشباكي والطبيصلات دارو داكشي غزال. نتوما الناس وجدو الفطور. كاينة أغنية ديال أنت معلم. عرفتوا الاجواء هنايا ما شاء الله شعبيه بزاف. نعم بحال مراكش، عرفتوا لوبخانس بحال لوبخانس ديال مراكش غير هو. واحد مغربيه حتى هي ولينا. السلام عليكم. عليكم السلام. كديري لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كلشي بخير الحمد لله. نتمنى انه يكونوا كلهم بخير وعلى خير يا ربي. كنتمنى تكونوا كدوزوا في النهار ديالكم مزيان ان شاء الله. ولا كتشوفوا هذا الفيديو في الصباح كنتمنى يدوز عندكم صباح زوين. ولا كنتو كتشوفوا في العشيه كنتمنى لكم امسيه سعيده ان شاء الله. كنتو كيتفرجوا فيه في الفطور. بصحه فطوركم، بصحور سحوركم. ايوا ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير يا ربي. هذا النهار هذا قررت نخرج مريم من الروتين ديال الدار. قالت لك عرضات عليا اليوم نتعشاو في الزنقه. قلت لها فطره. قال لك نتعشى ما نسيت هذه عرضات عليا نفطروا في الزنقه. انا والله الا كيغلبني الصيام وحق الله دايخه الراس بوحديتي. قالت لي شبالي كنبغي نصوبوا الفطور ولا نمشيو نفطروا على برا. قلت لها يلا نمشيو نفطروا على برا لانكم وحق الله هذيك تتصاوبي الفطور وداك الشيء فاش كتسالي كتلقاي كثرت الماعن. ويلي 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 ياكي شتي كثرت الروينه وما كتساليش الروينه خصوصا مع هاد البراش كلهم الصغار. حنا عندنا راه قهرونا وناكلوا
ونجمعوا ونشطب ونلقاو الدراهم طول اللعاب وداك الشيء كلشي رجع كيما هكا. ماشي غير اللعاب حتى الماكله اللي كناكلو كنلقاها تزلعات الماء فوق الفراش كلشي داك الشيء. انت الصراحه كلشي الناس الفيديو ديال ليله القدر قالوا لمريم جا معاك الحجاب بزاف 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 والله العظيم. وقالوا لي نور وجهك شكرا لكم بزاف ايوا نتمنوا يا ربي هديها وديروا عندكم بارك الله فيكم. امتى ديري الحجاب؟ ان شاء الله واحد دابا شوفي دابا انا غادا للمغرب غنرجع من المغرب غنمشي للسعوديه صافي غندير والله العظيم ندير الحج وداك الشيء حيت غنمشي من المغرب ديريكت للسعوديه ان شاء الله غندير الحج وداك الشيء وغادي نروح هذاك العمره والحج ما عرفتش نفرغ غندير داك الشيء ان شاء الله وغادي ندير الزيف ان شاء الله زعما وشي نهار غندير معكم الفيسبوك اما اليوتيوب ما بقاش عندي معاه. ايوا ان شاء الله المهم اللي درتي المهم هي باش تحيدي عليك القنط ديال الغربه وصافي راه حتى حنا والله حنا راه كنحيدو علينا غير القنط بصح والله يلا ما نكثروش عليكم اكثر من هكا يلا معنا دوزوا معنا هاد العشيه ديالنا ديال قبل الفطور وما بعد الفطور ان شاء الله لكم شنو غنشري وغنمشيو غنريزيرفيو باش نفطروا وغنمشيو نديرو الشومبينغ ان شاء الله. خليكم معنا اي حاجه شريناها واي حاجه درناها غنصوروها لكم يلا ما تزابيوش تشوفي. احنا وصلنا للمول احنا وصلنا ها مريم ها الوليدات يلا بغينا نمشيو ناخذ واحد الكرواسون ديك ديال داك النهار اللي قلت لكم تقادات ومنها غادي نريزيرفيو شي بلاصه باش ناكلو ضروري لحقاش الناس كيريزيرفيو قبل من الفطور. عندك ولدي شحال داير الذهب اليوم؟ هذا الشيء ديال الالوان ما زوينش ما بغاش انا الالوان هذا الحجر ما كيكونش زوين هادو اللي تيكونوا زوينين هما بحال ديال المغرب فين هما بحال ديال المغرب هذاك راه ماشي الحجر هذاك راه الذهب الذهب باللون ابيض باش يسولي لي على عندي بحال هذه عرفتي عليها هنايا هذه اللي عندي اختها هذوك الديكورات ما كيموتوش في ماليزيا شحال دابا شحال وصلات دابا راه كاتبي ليها تما الثمن ديالها بلاتو مريم معصبة عصبني ولدي كان غيتلف ليا واحد وما لقيناش كينان كيدور بينا عرفتي صافي شدتها السخفة والله إلا بصح طلع لي داكشي من رجليا لهنا راه دابا قلت وراه وقعت لي داك النهار أنا فروس في المسجد عرفتي كنغوت في المسجد كنقول ناري كيغوت عرفتي فين لقيتها طلعات لقيتها طلعات الفوق بوحدها لواحد الغرفة حنا دابا جينا لديك البلاصه اللي فيها الكرواسون على الله ودي لقى هذيك اللي بغيت يلا رزان هكذاك يلا سير هزي رزان هزي خدي البلاطو اوكي اوكي انا شنو بدي يلا هاك فين اللي بغيتي اكيد فين هي ديك اللي كنحمق عليها انا بعدا راه هي جي قبل ما تساليش قربوا وقف فيها والو هيا هاي انا لقيتها زوينه شوفوا تيديروا فوق منها الملح تاع البحر شفتوها عرفتي فنه شحال ناخذوا منها مريم ثلاثه ناخذوا منها ثلاثه this one you like يلا صافي اللي بقات هزينا داكشي اللي بقى هزينا وقولي لي هذاك تاع الشكلاط راه جوج المرات قالت لي ها هرمي داك الطاط انا اللي حطيته لي انا ساعتي شافتني يا مريم الضاك شفتو جينا اليوم بكري للمول ياكو ومع ذلك لقينا المطاعم كلهم فور ريزرفيشن راه ميمكنش هاد الماليزيين عرفتي شنو راه كيدو ما عرفتش انا واش كيريزيرفيو الطوابل مع جوج النهار ولا البارح ولا ما عرفتش المشكله كيكونوا مخلصين الطبله كتخلصي يعني هنا كنتي كتريزيرفي راه ماشي كتريزيرفي بالتليفون ولا تقولي انا جاي راه كتخلص الطبله صافي كتبقى لك جيتي راه هو هذاك ما جيتش راك مخلص هو شنو غنديرو ما عرفتش والله غادي داكشي اللي تقدينا هذاك الشيء تقدينا غنزيدو عليه العواصر بحال هكذايا وغادي نمشيو نفطرو الاناناس اللي شرينا سكينة داك الناس عامرين انتم المطاعم شفتو الناس بداو تيوكلوا وليداتهم باش غير يودن المغرب صافي هما ياكلوها وحنا كندورو بحال المسطيات
اشنو قلتي لي دابا مريم؟ كلشي عامر دابا ما نقدروش نفطروا اليوم حداك. شنو كاين فوسط من هادو؟ What have inside؟ ورايس شوف واعره فيها هذيك الريحه ديال البخار اللحم والرز واعرين شتي فيهم ريحه الدخان داخل واعرين. اعتقنا راسنا مازال في الاخير خدينا هاد الدجاج هذا مرز فيها الجوع قولي فيها الجوع هذاك الشيء كليتي كليتي اوريو عم عم اوريو عم عم اوريو سختي حالتك زوين زوين بنين كتوريكم شتو حلوه حلوه هاد الرز ما شاء الله ايوا صافي كنتسناو دابا رازي اللي يجي باش يفطر معانا غادي نديرو الفطور برومي ميطا تنديرو دوزيام ميطا ان شاء الله على برا ولا في الدار ولا شوف شنو غادي ندير. مريم كتشهى ليا قالت لك باغيه يا اما الطاجين بالزبيب والصلاد بالدجاج واما باللحم وبالبرقوق يلا 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 هوا رزالي جا قول له هنا اضرب لحتى قلت لكم رزالي اضرب لحتى وعرة السبر دي لبيضة وتيشيرت بيض والزروال تجين والقرش خارجة الشعورات كم ايوا شنوي stand stand there I take picture all stand there ايه رزان الاجواء كي دايره هنايا زوينه جينا هنايا في الاخير كنصوروا حدا دوك الديكوراسيون ديال هاري رايا ديال العيد وجار زالي راكم ما كيشفتوه هو اللي شد لكم الفيديو داكشي صافي دابا حنا غادي للدار حتى نكملوا لكم ان شاء الله الفيديو في الدار وشوريكم المشتريات ديالنا وصافي يلا هاد النهار داير خلوها حرير حريرتنا حرير هاد النهار مع الوليدات والله العظيم عييت عييتي ملي شفت تليفوني فيه عييت من الهضره قول صافي جينا نتعشاو في 12 الليل هادي والله الا زياده نتعشاو نتسحروا دقه واحده ولدك ولدك مريم لا تنسيه كاينه نزيد ولدي جايب ولدي التليفون الله يرضي على ولدي ندي لك يدي قال لي نتعشاو في واحد المطعم تايلاندي كيف ما وريتكم دابا صافي ومشيو والله الا عيينا بزاف 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 تشوفوني من وجهنا ولينا حالتنا يلا يلا راه يديك فينا
يلا. انا عندي وليد شتو هاو هاي الوليدات جلسوا عرس في الناس وسكينه كانوا ناسين في الطوموبيل يلا جبناهم جينا جلسنا هنايا ناكلوا هذه الماكله التايلانديه في الناس عرفتي كتبالي عرفتي كتبالي بحال دوك اللي مبوقين كنخلع انا اصلا من الصباح مبوقه ما شفتينيش مين منين كنتصوروا كيان يوان كيان مسكين تبعك غير بعيني باغي تاكل رزاليا يلا تاكل ديك الماكله اللي كلينا حنايا في المول يلا تاكلها ها الماكله جات دوزيام ايطا كتعرف شنو هي دوزيام ايطا دوزيام ايطا هي داروا لنا دوك البوزروك البوزروك هو طوم يام شبيد هذا من الفوق لا البصله مقليه هذيك اجي 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 عامي اجي مامي ام ام كايلان يكان ماسين نو 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 زغت الطوميام خضر الورقيه بالسمك المملح كيجي واعر ها هو يا شفتوه هذا هو السمك المملح داخل الله وهذا ديك الماكله مساء بالطايل الكالامار مع الكروفيت مع المهم السيفود كامل مجموع هنايا مع الرز جابو وهنا هذا هو طلور دادا تيديروا ليه بحال هكذايا البيض مقلي بزاف في الزيت غزيره وهذا طوم يام كيعجبني داك اللي كيديروا ليه القزبر من الفوق ناسي غورينيو اس اي ديال رزالي رزالي شوفي شنو دوموندا دوموندا داك ناسي غورينغ ديال قال لك الامريكي ياك انت بامبوشتا ياك امريكا 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 شوفي رزان جرات الماكله ديالها يلا بسم الله يلا بسم الله مريم بسم الله مريم سيدو بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بدر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بدر فيما ذكرنا وكنا ربنا امين رب العالمين تهريك نهار الاول علمتيني انت هذه وهذا وانت علمتيه ليا صافي يقول لك بامبوشكا هذيك تعلق ديال الكروفيت راه عندك شتو الاول عاد شتو كياكلوا بامبوشكا ما كياخذوش بزاف فين شتيه عندي في المطبخ القناه شحال هذه مشيتي معنا واحد النهار تاكلي معنا ايوا انت تطلبي وطلبته ياك عرفتو مريم كلات كتقول لي شي حاجه خانزه عندك في الثلاجه عاودي لي عاودي لي بالقصه ديال البيطاي دابا كنفتح الثلاجه كنلقى شي حاجه خانزه قلت لها راه شي حاجه عندك خانزه في الثلاجه قالت لي لا راه واحد الخضره دابا نطيبها وتاكليها فاش طيبات او هي في الاولى لا حتى شفت راجلي تياكلها ما كتعجبنيش وفاش طيبات جات واعره غير في رمضان فاش جيتي عندي غير دابا شي 4 ايام ايوا المهم قلتلكم مريم هذا اللي كندير انا احسن من هذاك اللي درنا دابا اللي كندير انا احسن من هذا اللي طلبنا قولي هذا احسن لا قلتلو هذاك اللي كندير انا احسن من هذا ايوا شتو انا راه تنعلمكم غير الحاجه اللي ديروها صحيحه في القناه ما تنتفلاش عليكم واش عندهم حتى المغاربه هادشي كنتو سابيني غادو كيسميوهم هاد الخضر هادو كايلان ماشي سبانخ ما كاينش في المغرب هما سبانخ ولكن سبانخ اسيويه المغرب ما فيهش هادشي ما تقدر يلقاوه تفرقيع ديال ليله العيد
كما كتشوفوا هنايا بدات الالعاب الناريه. دابا انا كنمونط لكم في الفيديو هذا نهار ليله ديال العيد. صافي قالوا لينا في التلفازه فطرنا وقالوا لنا في التلفازه بلي غدا العيد ان شاء الله نهار الاربعاء 10 ابريل غادي يكون العيد ديال الفطر. عواشكم مبروكا وعيد مبارك سعيد باش ما تمنوا ان شاء الله. وصافي هادشي اللي كاين. خديت لكم هاد اللقطه هذه هاد النهار هذا بالضبط كنمونط لكم دابا في الفيديو. نتمنى ان الفيديو اللي حطيت لكم هاد النهار ينال الاعجاب ديالكم. كثرت لكم من الايامات لانه صراحه كانوا كلشي النهارات اللي تنخرج كانوا فيديوهات طوالين وفيهم بزاف ما يتشاف، ولكن بما انه ليله العيد هذه صافي درت شويه 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 من الحاجه باش هكا نشارك معكم جميع الايام اللي كنت خارجه فيها وكنت موجده لكم شي فيديوهات. بما انه كاين العيد صافي خصني ضروري نضطر انا نحط لكم هذا الفيديو هذا. ما نكثرش لكم اكثر من هكذا. شكرا لكم بزاف على حسن المتابعه ديالكم والى اللقاء. كنت كنوريكم بانه كاينين شي العاب ناريه في بلايص وحدين اخرين. المهم هنايا شاركت معكم هذه اللقطه هذه من السكن ديالنا، دايرين استديو كيتصوروا فيه الماليزيين، بداو كيتصوروا ما شاء الله عليهم وكيلبسوا حوايج العيد قبل من العيد وبداو كيتصوروا. هادو هما الاجواء ديال العيد وهادو هما اجواء ديال عيد الفطر في ماليزيا ما قبل العيد وما بعد العيد. ان شاء الله غادي نشارك معكم بزاف الحوايج. بالسلامة عليكم والى اللقاء وفرجة ممتعة، وما تنسوناش من شي تعليقات زوينين ومشي كومونتيرات وزعما من اللايكات ديالكم. يلا بالسلامة عليكم، باي باي.